جينا بقى للبلاي ستيشن واللي هيلعبوا النهارده بلاي ستيشن معانا البنوتين الاستاذه ساره والاستاذه بيرلي وجاهزين وهيلعبوا سباق عربيات وابتدوا على طول ونشوف مين يا ترى اللي هيسبق مين اللي معاه العربيه الحمراء مع العربيه الحمراء بيرلي واللي معاه العربيه الزرقاء ساره وسباق واضح ان هو سريع في تركيز رهيب اول مره تلعبوا ولا بتلعبوا دايما عربيات يا بنات اول مره دي تاني مره دي تاني مره وانت اول مره شكلكم شاطرين قوي شاطرين قوي يلا يا ساسو يلا يا ساره الله الحمد لله طبعا ده بلاي ستيشن بس احنا لو ماشيين كده في الشارع هيحصل مشاكل كتيره مش كده ولا ايه صح لازم ناخد بالنا واحنا ماشيين في الشارع من السرعه مين بقى اللي عمال ياخد الجوائز دي مين الزرقاء بيرلي بيرلي ناصحه قوي انت الحمراء ساره اللي ناصحه اه بس بيرلي اللي سابقه يلا يا لولو سارة نصحة ركزي يا سارة بيرلي سابقة سارة اللي 12 سابقة بحبة صغيرين بس سابقة يلا يا سارة انتوا بتلعبوا على الموبايل لعب بقى ولا بتلعبوش؟ أنا بلعب على الموبايل كتير اه عادي بتلعبي إيه عربيات برضو؟ أنا ما عنديش لعبة عربيات بتلعبي إيه على الموبايل؟ بلعب لعبة مكياج وحاجات ثانية مكياج وحاجات؟ الله بحب أوي الحاجات دي كنت بحبه برضه المكياج وبحب العربيات. أنا بحب لعب العربيات برضه. العربيات حلوة برضه ها؟ اه. هو واضح إن أنت شاطرة فيها. كملي يا سارة. دي بيخبطوا بعض. مين اللي بيخبطوا في بعض؟ هما. أنا دلوقتي مش عارفة مين فيكم اللي كسبان، استنى مين حمرا؟ هي الحمرا. هي الحمرا اللي سابقة. إيه ده يا سارة؟ إيه ده في حد عنده مشكلة بنزين؟ أنا. أوف. عشان ما خدتيش ال ما شحنتيش زي سارة. عندنا مشكلة بنزين يلا يا سارة عامة لو احنا في الحالة العادية أو عندنا مشكلة بنزين بنعمل إيه؟ بنروح البنزينة أه بس لو هي صفرت كده هنعمل إيه؟ إيه ده؟ سارة اللي كسبت يا جماعة على سهوة سارة سارة المركز السادس سارة هي المركز السادس وكسبت سارة ولسه بيرلي مكملة رغم إن هي عندها مشكلة في البنزين أه يا بيرلي أي 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 على القلبة معلش 16 فرق بينهم 10 مراكز برافو سارة سارة هي اللي خدت ولعبة بقى البلاي ستيشن تعالوا بعد كده بقى نروح نشوف ايه اللعبة والمهمة اللي بعدها برافو برافو كونكت فور النهارده مع الامهات والفريق واقف بيشجع من كل قلبه واضح جدا الحماس هنشوف مين من الفريق الاحمر ولا الاصفر ايه اللي هيعمل بسرعه جدا صف من اربع كور ونبتدي على طول ونقول يلا الفريق الاحمر نبتدي على طول يلا نشجع يلا اوبا اول واحده تخش على طول برافو والله صفره اللي بعده الله حمرا يلا 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 يا كيتي صفره يلا يا عبير يلا يا كريستين الله يا كريستين الله يا كريستين يلا يا عبير ايوه اه راحت قافله ما قفلتش يلا شكلها هتلعب شكلها كده هتلعب يلا يا عبير شكلها كده الله يلا يا كريستين تيتي يلا يا بيرو يلا يا بيرو يلا يا كيتي الاصفر اصفر يلا الله احمر ولا واحده بتخش شكلها هتلعب شكلها فاضل لك واحده فاضل لك واحده لسه يلا يا عبير اه هتقفل عليكي يلا ارجوكي بتقول يلا اصفر اصفر اقفلي عليها اه 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 ما قفلتش يلا احمر عندك واحده لو دخلت ماشي لسه لسه يلا اصفر اصفر ماشي احمر يلا برافو والله مركزه جدا كيتي يلا يا عبير مش كل مره يلا يلا كيتي عبير ماشي ارمي هناك برافو كيتي عامله ايه جت من هنا جت من هنا جت من هنا اوبا الله 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 نزلها لك اهي
أربعة. كيتي اللي كسب كريستين. برافو كريستين. يلا نروح بسرعة جدا 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 نشوف ونسمع حدوتة من تحية وكنوز ونرجع تاني على طول. برافو برافو برافو.